يا لطيف يا لطيف يا عمي راشد، قديش هو المقص اشتاق لهالشعرات، الله لا يحرمنا هالطلة. عليم الله عليم الله، قديش زعلت عليك لمن اجى خبرك من الحرب. هي بدل ما تقول له الحمد لله على السلامة لك سعدو، شبك؟ شبنا صبحي قلنا له الحمد لله على السلامة عمي راشد. اضرب على لسان اللي ناكو، يلا. سعدو مور عمي راشد. أنت حضرت عرسه لابن المختار الهرم؟ إيه حضرت العرس. بس يا راشد مو بس أنا حضرت العرس، كل أهل الحارة حضروا العرس. وأبي كمان حضر؟ لا أبوك ما حضر العرس. شنو؟ شو لك سعد؟ شنو؟ كان زعلان كتير لما إجا الخبر تبعك من جماعة الأخ العسكر. والخبر اللي إجا علي مين قاله للناس؟ المختار أبو أدهم. كيف وصل خبري للمختار؟ أكيد من السرايا. يعني كان في فرمان من السرايا علي اني متت بالحرب. ايه انا بصراحه عمي راشد، ايه هيك كان الفرمان من السرايا. سعدو بس ابي ما شاف الوراق بعد الفرمان. ايه عمي ابو راشد ما شاف الوراق. لا شاف الوراق ولا كمش بايده ولا قال له عليها المختار. هلا بجوز هي تفنجي من المختار مشان، يعني قصدي انه مشان. مشان شو سعدو؟ مشان شو؟ مشان يجوز المستورة بنته لابنه أبو كاري صاحب الحمام. انت انت سعدو بس معقول يساويها المختار؟ ليش ما يعمل؟ ما هو عامل عمايل أوسخ من هيك. والله يا راشد ما عم صدق اللي عم بسمعه، ما عم صدق. كمل أحلى سعدو. ايه؟ رمي لك عم راشد. تفضلوا ساعة مو لازم تضبطوا، شرفوا، أنا برجال.